السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أكل الناس الفلاحين يا جماعة، القرص الفلاحي اللي هم بيقولوا عليه قرص فلاحي، مش كده؟ هم نسميها إيه؟ تعالى نسميها إيه بس يا حاج؟ هو يا ده ما تضيعش الوقت بس. خلاص. المهم يا جماعة، أنا اللي أنا عايز أقول لكم إن الحاجة دي جميلة جدا. جميلة جدا في يعني أنت هتاكل حاجة هتعجبك، شايف؟ شايف عامل حاج؟ بس ده اللي أنا عايز أقوله لك، شايف عامل حاج؟ شايف؟ شايف يا حبيب قلبي؟ شوف الجميله دي كمان عمر، ده دي كسرناها احنا بناكل، شوف اهي دي كبيره تخينه شويه اهو، وكل حاجه واضحه في الفيديو. انت هتخش تشوف الفيديو باذن الله هتتبسط منه جدا، في افكار جميله وهتعملوا الوصفات الجميله ده ايه، وانا اخش اكل وانت تخش تشوف الفيديو بقى على ما اجي لك تاني. دي اجمل مخبوزات بركه في البيت اهو يا جماعه، حاجه ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين الجمال اهو، شايف فيهم اللي هي السميكة شوية وفيها رفيعة شوية، هتبقى تشوف انت الفيديو واتبسط منه جدا اهو بإذن الله. ده حليب دافي، خميرة، معلقة خميرة كده، 2 معلقة خميرة في حدود 25 جرام خميرة، حط بقى معلقة سكر كبيرة كده، قلب بقى كده الحاجات دي مع بعضها. الدقيق دوت، دقيق الضحى دوت من أحسن أنواع الدقيق يا جماعة. أنا ما بعملش دعاية للشركة، أنا بقول لكم على تجربة تانية. الدقيق ده عمرنا ما جبناه ولقيناه بايظ ولا خلق ولا باظ الوصفه. الدقيق مهم جدا في الوصفه، انت بتصرف على الوصفه مصاريف جامده مش مصاريف قليله، فانت تعمل الدقيق ده بيطلع معاك مظبوط، وحاول تجيبه هو غالي شويه. هنحط نص الكيلو الدقيق كده اهوت هنا عشان ندفي الخميره عشان تقوم معانا، كمان هنحط نص كيلو الدقيق اهوت، نص الدقيق هنسيبه بقى يخمر لوحده وعشان يدفي، وممكن تحط الدقيق كله على فكره، ممكن تحط الدقيق كله هنا برضه في المنظر ده كده. الوقت احنا اهوت بنربي الخميره، هنركنه بقى، هنغطيه، هنغطيه غطا محكم ونسيبه على جنب. هي دي العلبه اللي احنا غطيناها فيها وقفلناها كمان اهوت، دي بقى هي ديت يا جماعه اللي هتخلي الخميره تقوم معاك في ربع ساعه، احنا هنسيبها نص ساعه، هنسيبها براحتها يعني. نحط حليب كده، حطينا 125 جرام سكر، 125 جرام سكر، بنحاول ندوب السكر اهو، هنحط شويه دقيق كده عشان يساعده في تدوب السكر. حط معلقه ملح كبيره كده اهوت، معلقه ملح. هننزل ببقيه الدقيق بقى، بقيه الدقيق، بقيه الكيلو. عجينه خمرت اهيت وبقت زي الفل، تضاعفت. هنضيفها بقى كمان بقى اهوت بالخميره. بسم الله. لا ما شاء الله ريحتها جميل. ما شاء الله، شايفين قرصناها بالشكل ده. خليكم معانا بقى لسه ايه نكملش، العجينه طلعت جميله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الخبيز في البيت بركه، بركه يا جماعه، بركه وصدقوني. عايز اقول لكم بقى المقادير، خدوا بقى مني المقادير النهائيه بقى. كيلو دقيق، كوبايتين ونص حليب، كوبايتين ونص حليب، نص 125 جرام سكر، 125 جرام سكر، شفت الطريقه طبعا مش هتكلم على الطريقه، ومعلقه ملح ومعلقه سكر ثانيه للتخمير، وهو ده هي دي المقادير بتاعتنا بتاع النهارده. والف هنا وشفا. نسيت اقول لكم ان في معلقتين خمير، 22 جرام خمير طلعت منها الوقت دول 15، واثنين اهمت، واثنين اهمت، اثنين اهمت ثانيين يبقوا 17. حطهم بقى عشان يدفوا كده ونشوف هنعمل ايه. جاهز بقى الصواني بتاعتنا اهيت، ندهنها بالزيت الصواني بتاعتنا ونحطها على جنب. تمام، عارف انتوا كلكم عارفين المكنه دي ولا ايه؟ دي مكنه فرد العجينه ايه نستخدمها، دي مكنه ايطالي قديمه قوي عندنا، خلي بالكم. هنستخدمها بقى كده ونشوفها ايه، هوريكم النتيجه بتاعتها. شفتوا بقى، شفتوا الجمال طلع كده، بس احنا لقيناها كبيره قسمناها نصين، يعني دي 50 جرام بس،
فاحنا بنديه 50 جرام وهندهن وشها اهوت، دهنا وشها بقشطه او بلبن غايب، ونسيبها بقى تستريح خالص براحتها، نغطيها ونسيبها تستريح براحتها. خليكم بقى معانا ما نشوف ونكمل شغلنا. جميله جدا الوصفه دي يا جماعه، ده وصفه امي وستي، يعني دي ما تقولش بقى عليها بقى الوصفه دي. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، اهو ما شاء الله عليه، شوفوا وصفه طلع جميل. شوفوا ظهره، شوفوا الوش عامل ازاي، والوش والظهر عامل ازاي، شوفوا الجمال، شوفوا التراوح. يا صلاه النبي احسن، شايف الجمال، حاجه ما شاء الله، بركه في البيت، ده بركه في البيت يا جماعه. اللهم صل على النبي. دي اول صينيه طلعت، ولسه كمان كل ما الصينيه تغيب كل ما يخمر اكتر كل ما يبقى احسن واحسن. خليكم معانا. الله يا جماعه، الصينيه اللي بتطلع بناكلها، الصينيه اللي كل واحده نطلع صينيه نقوم واكلينها، بس هو تحفه ما شاء الله عليه، والله بجد تحفه 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 ما شاء الله. بقول لكم والله الصينيه صينيتين خلصناها. شويه زيت زيتون بقى كده، استنى ده لفت بنعمله بنخلله، خلي بالك هو زي كده مخلل اهو، احنا اللي عاملينه، بنعمله ببنجر، البنجر ده اللي محمره كده، وميه وخل وتوم وكزبره وتوم، بيطلع طعمه جميل جدا ومميز جدا على فكره يا جماعه. ده اللفت ده وخل امبارح وتخلل اهو زي ما انتم شايفينه كده. خلصنا طبقين، ده طبقين اللفت من دلوقتي بالخبز اللي احنا عاملينه ده، الخبز خلص يعني. احنا هقول لكم ايه يعني، فاضل صينيتين اهمك عشان نعمل بهم نقرب لكم في الفيديو، بس طعمهم تحفه 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 تحفه، وانتم شايفين المكونات. الصينية طلعت كمان اهي بعد ما خلصنا، وما زلنا يا جماعة بنطلع وبناكل اللي بيطلع من على من الفرن، اللي بنطلع اهو ما شاء الله. ديت احنا عاملينها سميكة شوية، اضخم من التانية بشوية. احنا بدأنا اهوت بقى، هنبدأ نعبي بقى كده. عايز اقول لكم على حاجة، دي تشوفوا دي متماسكة شوية لان دي متبططة على الايد، خلي بالك شوفوا شكلها جميل جدا ازاي. ده رفيع اهو، شوف جادي على الشمال وده على اليمين اهو. شوفوا دي عامله ازاي، شوف ده عامله ازاي، شوف عامله ازاي، بس جميل جمال يا جدع. وده اهو شوف ده عامل ازاي، رفيع كده شويه. شوف الحمد لله العجينه طلعت ممتاز. الوصفه اللي انت بقى شكل زي ما انت عاوز، انا رايي ان انت تشكله زي ما انت عاوز. ده سردين اهو يا جماعه، هندخله مع الاكله الجميله ديت. نعبي بقى شوية لبن بشاي كده، حليب بشاي، اللي معموله على المكنه الرقيقه اللي معموله على الايد التخين. كمان اهو يا عم الحاج، اهو يا عم الحاج، شايف شوف جواه كده، لا جميل 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 جمال ملوش مثال ما شاء الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط ده بقى كده، نبدا بيه كده، بس ده لهم سعيد اهو. طيب هاكل واحده اهو، شد افتح نفسي. فين الاخال اللي جاي سخن هنا؟ ايوه اللي كان فوق. ماشي ماشي بسم الله.
كل ده بقول انت يا بنتي احنا ضيوف هنا، انت صاحبه البيت، انا اللي ضيف هنا يا حاج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شوف يا عم الحاج، يا خراب يا ريحه، يا سلام يا سلام، وسلم على راي البلوغي. انا بقيت حاطط معايا بتاع الليفت ده، ما اقولكش عليه دهوت. انت كل ده شفتوه في الفيديو طبعا، احنا بنتكلم عليه. الله اللهم صل على النبي. اللهم صل. بس تحط بقيه ليه بشاميل؟ حلو قوي. هو مش عاوز غموس اصلا. حلو قوي. مش عاوز غموس. كوبايه شاي بس. كوبايه شاي بلبن زي دي معاك. فطار عشاء. بص بقى. السكر واللبن عاملين طعم في العجينه. لو انت حطيت هنا سمنه تبقى غايش. لو كده يبقى ايه؟ اغرز. خلي بالك بقى من المسميات. لو ما حطيتش حليب خالص هيبقى عيش خبز. اه. ما حلو قوي. لو عملوا كميه من دول وحطوها في الفريزر. متخيل عامل ازاي المسألة؟ اه حلو. المقدار الكبير موازينه اه. المقدار غير كبير. لو حد عمل كمية. لا يضرب. شوف يا عم الحاج. تعمل بقى شايف. اه. شوف. وصفة تعجبكم أو الفرن. لو الفرن بتاعك حلو قوي مش هيعدي ال 10 دقايق عمره، هيبقى من 7 ل 8 دقايق. لأن القشطة اللي احنا دهنين بيها بتنهب، فلازم تبقى عينك عليها على طول. ايوه القشطة عاملة شغل جامد. عاملة ازاي؟ خلي بالك. واللبن مطري العجينة. اللبن مطري العجينة. اه. لو أنت عامل ده بمية ودهنته بالقشطه برضه هيبقى جميل. فكره القشطه دي حلوه يا عم صحيح. عطشة لون حلو. عطشة لون جميل. نرجع ألفت حرف إيه؟ صحيح؟ ها حلو قوي. أنا خلصت فيها يا جماعة، فيديو جميل بصراحة. عندي صداع جامد جدا النهارده، تدعيلي ربنا يشفيني. نشوفكم بخير في فيديو جديد. أعملوا الوصفات ديت، أعملوا لايك للفيديو، شاركوه. السلام عليكم.